باقي يسعد صباحكم، صباح النور عليكم، صباح الورد. أتمنى يلقاكم هذا الأوديو في أحسن الأحوال ويسعدها على الإطلاق. بونجور تو الموند، جود مورنين أزول. أوديو اليوم للحديث عن العقل الباطن، إعادة برمجة العقل الباطن. هو مش موضوع سهل، ولكن رح نبداوها اليوم، وفي كل مرة نحطيكم حق كبسولة صغيرة. علاش رح نعمل كبسولة صغيرة؟ يعني ما نحبش يكون الأوديو اليوم، خاصة أوديو اليوم، نحبه يوصل إلى أبعد مدى. نحبه نوصل إلى أبعد مدى، وما نحبوش يكون غير مفهوم. يعني سأكون سعيدة. I will be happy. سأكون سعيدة لو هذا الأوديو توصلوا ليه بطاقتكم، مش بالعقل، مش بالوعي، بطاقتكم أنتوا كأفراد، وجو تخبروني فيما بعد التغييرات اللي رح تحصل في حياتكم. داكو؟ قبل ما نبدأ غابيدمون لما طاهر طلبتي مني الساعات، أنا عملت الساعات حبيبي. أنا متوقفة عند 23 بقى فقط 23 ومينوي، هذا ما كان ساعتين اللي بقى العشر عملتها، انتي فقط ما شفتش الأوديو. وبالنسبة كاين سؤال آخر قدرك، لأنه هذا البوست رح نشيله اليوم حتى نخلي الطاقة تتجدد. فيه سؤال وي دونك حنقول لكم ما هي الأسئلة اللي غادي نجاوب عليها، اللي كانت مبرمجة في ذهني يعني أني نجاوب عليها. سؤال همم العلاق اللي هو على ليزيلو أو المختارين، هذا راني مبرمجاته، أما ما لازم نكتبه على، مش نكتبه كله، ولكن على الأقل نكتب رؤوس أقلام باش ما نضيعش. وكاين سؤال جديد ضفتوا لي ماي جاد، اوكي وين راهي؟ ضفتوا لي بابيل نور، بابل او بابيل نور، قالت لي اهدري لو سمحتي على الفرق ما بين الأنانية وحب الذات. الفرق ما بين الأنانية وحب الذات فروق قد تبدو للبعض أنها صغيرة، ولكنها ليست صغيرة في الحقيقة يعني. ونشوف إذا كان فيها سؤال، كان فيه سؤال صغير كنت حابة نجاوب عليه قبل ما نبدأ الأوديو. فينو؟ أوكي وين راه؟ لا محبة طيبة، مزيش قولي لي هذه، أنا عندي سؤال محيرني، لا أعلم إن كنت ترى إنه سؤالا غبيا أم لا، خلاص أنا نخلي الأمور لنفسي. أنت اسألي وخلاص، إذا شفتوا غبي نقولها لنفسي، إذا شفتوا ذكي نقولها لنفسي. Don't worry. قالت لي أريد كيف نفرق بين تواصل الروحي وتسلط القرين. ولي هذه فكرة القرين، هذه الناس مش فهمها، وحتى نشرحها لازم تطبقي الأوديو اللي راني حنقوله لك اليوم، أنك تعاودي تبرمجي عقلك الباطن باش تقدري تستقبلي فكرتي أنا على القرين وتقارنيها بفكرتك القديمة على القرين. فهمتيني؟ سو فاليسي تومبي، نخليوه لوقت آخر ونعمل لك هذا الأوديو. داكو؟ فاليوم راح نجاوب على سؤال لما كذلك طاهر. لما راني مسلط عليا اليامات. لما قالت لي اوكي وين راهي لما؟ لما قالت لي سؤال جميل. جميل، قالت لي نريد اوديو كيف ننظف العقل الباطن من اي شيء سلبي عالق في اذهاننا، وايضا سبليمينال لتنظيف العقل الباطن، ولك مني جزيل الشكر. العفو حنونة. اوكي كنت نقرأ في التكهنات تاع نوال صديقتها. ان شاء الله تكوني بخير نوال حبيبي. وش كنا حنقوله؟ كما قلت لكم كبسولة تاع اليوم راح تكون خفيفة،
لماذا أردتها أن تكون صغيرة؟ حتى تاخذوا اللبنة الأساسية اللي احنا نعطيها لكم اليوم، وفي كل مرة رح نزيد كبسولة جديدة، كل مرة تقريبا يعني نقوله كل شهر شهرين أنا عملكم كبسولة في نفس الموضوع هذا اللي هو موضوع السوبكونسيون. اوكي، العقل الباطن لازم تعرفه انه يفسر نوتر سوبكونسيون، احنا كأفراد العقل الباطن يفسر كل الاختلافات بين الناس. اوكي، يعني الانسان اللي تشوفه مثلا اذا كان لاحظته مثلا في الحياه، في الحياه اليوم، انه في افراد سعداء ومتفائلون واخرون تعساء ومتشائمون وخائفون وقلقون انكسيو، وهناك افراد عندهم ثقه بما يفعلون، وهناك أفراد آخرون مترددون. هناك ناس كذلك عندها نجاحات في حياتها، يعني توجد أن هذا الشخص اشتغل مثلا الكثير من الأعمال وفي كل عمل وضع فيه نجح ولم يفشل. يعني إذا قارنت أماكن الفشل بحياته توجدها صغيرة أو قليلة من حيث الرقعة، من حيث المساحة، وتوجد أماكن النجاح كبيرة من حيث الرقعة ومتعددة كذلك من حيث العدد. هناك ناس آخرون بالمقارنة مع هذا الناس، ناس واحدة أخرى تتصارع مع الحياة، ولو يحسب رقعة الفشل في حياته يوجد أنها عديدة وواسعة المكان. هناك ناس كذلك إذا كان لاحظتوا ناس تبرى من أمراض فتاكة كالسرطان، وهناك ناس يموتون بنفس المرض. يعني توجد دو باسيون مريضين ممكن في نفس الغرفة تلقاو نفس البروتوكول العلاجي، لو ميم بروتوكول، يعني لا شيميوثيرابي نفس البروتوكول، واحد برا والاخر داوه للاسف الشديد لغرفة الموتى. لماذا؟ ببساطة لان العقل الباطن هو من يتحكم في حياتنا بصورة كبيرة، وإذا العقل الباطن هذا كان مغلف، ونحكي لكم اليوم بصورة بسيطة، إذا العقل الباطن هذا كان بلوكت، لما نقول مغلف يعني عنده ما يسمى بلي لو باراديغم. الباراديغم هذا ما هو؟ هو مجموعة من الأفكار والمعتقدات اللي احنا ناخذوها من اللي نكونوا بيبيهات، يعني مني يكونوا صغار 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 صغار. كل الناس التي تتعذب، التي تعيش في الحزن وفي التردد وكل المشاكل اللي تسمع بها، كلها تقريبا بنسبة 99% كلها تعيش ذلك بسبب عقولها الباطنة. لماذا؟ لأن الاستجابات اللي تقوم بها العقل الباطن لهذه الناس إجابات خاطئة. هو يستجيب لما هو موجود كما قلت لكم الآن من فكر لدى هذا الشخص، هو يستجيب للباراديغم. الباراديغم كما قلت لكم هو الفكر اللي عامل بلوك في العقل. نعطيكم مثال، يعني شخص مثلا يحب يستثمر، نقوله في علاقة الإنسان مثلا مع المال، علاقة الإنسان مع المال، يعني حتى تبدأ أنت علاقة جديدة، أولا الباراديغم هذا كيفاش يتشكل؟ يتشكل كما قلنا من خلال التكرار، أننا نكرر معلومة معينة لمثلا مدة 90 يوم على شخص، فالمعلومة هذه تتخزن عندها في سوبكونسيون، تتخزن يعني تولي معلومة ثابتة. فنطبقوا هالشي في علاقة الإنسان بالمال، نفرضوا طفل صغير عايش في أسرة دايما تشتكي من قلة المال، أسرة بخيلة دايما حريصة، يقول لها ماما حبيت نشري كذا، تقول له نو ما تشريش لأنه نهاية الشهر ما عندناش باش نكملوها.
ماما حبيت نشري كتاب. نو ما تقراش، ما عندكش الحق تقرا انت، لاننا احنا فقراء ما عندكش الحق تقرا. ماما حبيت ندير كذا. نو فيك لو غارسان او هذا الطفل هذا عقله راح يتبروغراما على قلة المال. بعدين راح يسأل، هو لما يبدأ يفكر بوحده ويبدأ وعيه يطلع راح يسأل أمه أو والده، يقول له لماذا نحن نعاني مثلا من الفقر؟ يقول له لأنه قدرنا، لأننا نحن فقراء وربي خلقنا فقراء وحين نبقاو هكذا فقراء. يعني كما نقولوا احنا بالجزائرية، يغلق له كل البيبان على الفكر السليم. فالطفل هذا لما يكبر تتأسس عنده فكرة أنه لا وسيلة للخروج من الفقر إلا العمل، ويبقى حياته كاملة هذا الشخص وهو عبارة عن عامل كادح ليحارب ماذا؟ ليحارب الفقر، ليحارب نهاية الشهر الصعبة. لماذا؟ لأنه تمت برمجته على ذلك. خلاص هو فكره هذا، وش يقول له فكره؟ الفكرة السائدة في عقله هذه هي. قولوا لي ما الحل عند هذا الشخص مثلا اللي ضربت به المثال؟ لازم ينشئ علاقة جديدة مع المال، والعلاقة الجديدة مع المال لا تكون بالتضاربات يعني ما نقولش شيء وهو عكسه، ما نقولش سأكون فقيرا إن لم أشتغل، لا، تكون بأنك تعطي، ترسل مثل ما تعرفوا كل فكرة في ذهنك عندها طاقة، تكون بأنك ترسل طاقة للكون شبيهة بالطاقة اللي تحب تكون عليها. فتقول دايما لروحك، تعود تقول لروحك أنا سعيد وسأحصل على الأموال بأي طريقة كانت. هذا لا يعني بين قوسين أنني نروح نقتل واحد ونديله أمواله، ولا نروح نسرق واحد ونديله أمواله. نقصد التعدد في مصادر الرزق، أو التعدد في مصادر المال، أو الاستثمار في المال. فإذا الفكرة تيو يتدخل، شفتوا موافقني على الكلام. الفكرة هي أنك تصدر طاقة للكون تشابه الطاقة التي تريد أن تكون عليها، وبهذا تضرب عصفورين بحجر واحد. أولا تنظف الداتا عندك، تنظف البرمجة السالبة اللي موجودة عندك في عقلك، يعني في عقلك الباطن. وثانيا تحصل على المانيفستيشن أو المظهر المادي اللي تحوس عليه في حياتك، يعني النتائج ستكون إعجازية ميغاكولوز. لما يقول طبيب ستة ميغاكل أنه هذا المريض عايش، معجزة أنه هذا المريض رجع للحياة، أنه هذا المريض عايش، هي ليست معجزة. هذا المريض فقط استخدم القوة الإعجازية الإلهية اللي موجودة عنده في عقله الباطن، ولذلك شفي من المرض الذي لا يشفى منه أناس آخرون لم يستخدموا هذه القوة. فإذا القوة هي ماذا؟ القوة هي في إعادة برمجة الباراديغم اللي هو البلوك الموجود، بلوك الأفكار والعادات الموجود في مخك. كيف تعاود تبرمجه؟ تعاود تبرمجه بعادات أخرى، بتكرار آخر لمواقف أخرى. فهمتوني؟ يعني نفس الشيء، نفس الطريقة اللي استعملناها في إنشاء الباراديغم راح نستعملوها في إنشاء برمجة جديدة لعقلنا الباطن. هو نفس الشيء بالنسبة لكم الكمبيوتر، يعني كل كمبيوتر يشتغل بطريقة معينة، إذا فسد له البروغرام مش راح يشتغل بالصورة الجيدة. فإذا التنظيف يكون من خلال إزالة العادات السيئة أو الفكر السيء الموجود في عقولنا، ووضع برمجة جديدة مكانه. والبرمجة الجديدة هذه تكون بماذا؟ تكون بأفكار إيجابية نبحثوها نحن لأنفسنا، ما ننتظروش ناس آخرين يجوا برمجونا، لا الأولياء ولا الأصدقاء ولا الزملاء. سوري خاتمي يضرب في فكما قلت لكم كل الناس اليوم اللي تتعذب في حياتها تتعذب بسبب هذا المشكل. وإذا فهمتوا
أوديو اليوم إذا فهمتوا أن كل فكرة تفكروا فيها هي طاقة تبعثوها للكون وراح تجيبوا نظيرتها من الكون. إذا فهمتوا هذا الكونسبت فخلاص يور سيف، يعني انتو يو ار سيف بالنسبة لي. راح تحطوا أرجلكم على السعادة وراحة البال وتخرجوا من كل المشاكل اللي تأرقكم. راح تستعملوا ببساطة معجزة الحياة اللي أعطاكم الله، فهمتوني؟ تستخدموا قدراتكم الطبيعية، قدراتكم الإلهية، هي طبيعية ولكنها خارقة للعادة. إذا العقل الباطن أقوى بكثير من حيث تخزين المعلومات واستعمالها من العقل الواعي. وإذا حبيتوا تنجحوا وتستخدموا هذا الذكاء الكوني اللامنتهي، يعني حجم المعلومة، يعني العقل الباطن الثاني يقدر يخزن لحد اليوم ما عندناش إحصاءات دقيقة، أوكي؟ العقل الواعي يخزن حوالي 7 معلومات في الدقيقة، يعني 7 انفورماسيون ديفيرون، 7 معلومات مختلفة في الدقيقة. العقل الباطن يقدر يخزن ما يفوق 12 مليون معلومة في الدقيقة، يعني الفرق رهيب، فرق رهيب بيناتهم. يكفي إذا أنك تعود نفسك، حتى تعودي تبرمجي لما حتى تعودي تبرمجي عقلك الباطن لازم تعودي نفسك على عادات إيجابية. ما تقوليش أريد أن أشفى ولكن الظروف لا تناسب ولا أملك الدواء الكافي ولا الدواء المناسب أو طبيبي ليس جيد. لا، أريد أن أشفى وسأشفى. ما تعملوش هذا التعارض، هذا التناقض في الدعاء مثلا لما تدعي والله، أو هذا التناقض في التفكير، لأنه الطاقة اللي راح تصدروها للكون راح تكون منافية للطاقة الموجودة اللي حابين تجذبوها أو اللي حابين تجذبوها لكم. فإذا ببساطة حتى نلخص، إذا حبيتوا تعودوا تبرمجوا عقولكم الباطنة يجب أن تهدموا الباراديغم وهو مجموعة العادات السيئة التي تعيق من تطوركم. أريد أن أكتفي بنفسي ماديا ولكن لا أستطيع لأن مثلا راتبي لا يكفي. لا، راتبي لا يكفي، إذن سأعمل عملا آخر أو يجب أن أجد سبيلا آخر للحصول على راتب آخر أو للحصول على أموال أخرى، وهكذا دواليك. دايما التفكير يكون إيجابي، لأن الإيجابي البوزيتيف يجيب بوزيتيف والنيجاتيف يجيب نيجاتيف. وإذا كنتوا في دواخلكم نيجاتيف وتفكروا في البوزيتيف ما يمشيش الحال كذلك. لازم في دواخلكم تكونوا بوزيتيف وتفكروا في البوزيتيف. تحياتي، سلامات.